عديد من الخبراء اللي راهم في القاعه هنا عملوا تسجيل وعملوا ساعات من 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 التكوين للجمعيات الجزائريه، بدءا بكيفيه تاسيس جمعيه، اداره جمعيه، تسيير الموارد الماليه للجمعيه، اداره مشروع، حل النزاعات، القضايا المتعلقه بالفساد وغيرها. هذه البلاتفورم راح تكون خاصه فقط للتدريب والتكوين، وسميناها كفاءات بلس، يعني كومبيتونس بلس. الهدف الرئيسي تاعها هو ايصال المعلومه والتكوين والتدريب بطريقه حديثه عصريه، ستنطلق في شكلها الاولي وستكبر مع مرور الوقت، لانها تعتبر اول منصه راح تشتغل على هذا الموضوع في الجزائر. الاخوان راه معاكفين في قسم التكوين والتدريب في المرصد على الشغل عليها يوميا، وانا نتابع فيها شخصيا، وراح تكون ايضا احد العناصر المهمه. اختم كلامي ان المجتمع المدني ايضا بحاجه انه يعزز. وقعنا اتفاقيه مع وزاره الداخليه منذ حوالي اسبوع تقريبا، وسننطلق في اول دوره تدريبيه في ولايه بازا يوم الثلاثاء يوم 28 نوفمبر، حول تكوين الجمعيات، حماية الجمعيات من عديد الأخطار اللي قادرة تقيسها على مستوى النشاط تاعها، حماية الجمعيات من المال الفاسد ومن تبييض الأموال وغيرها وتمويل الإرهاب وغيرها. الأوبجيكتيف تاع المرصد هو أن يخلي الذي يأتي متطوعا في الجمعية أنه يشتغل براحة، ما يشتغلش بقلق، يشتغل وهو مرتاح. وهذه الشفافية وهذا التعزيز تاع كل هذا العمل يصنع لنا في نهاية المطاف هذه الراحة على المجتمع المدني وتاع ممارسة المواطنة. كما تلاحظون هذه الكلمات اللي قلتها هي جزء من ورشة كبيرة جدا، هي جزء من ورشة سياسية، من بارتي دان كونت اتولي دو ترافاي اللي لازم نحركوا به هذه الآليات الداخلية داخل المرصد وداخل المجتمع المدني وفي علاقته أيضا مع عديد الجمعيات.